الحمد لله التحضيرات كما ينبغي. عم بالي بلي عندنا منافسة إفريقية في الدور الأول راح يتسنى فينا. إن شاء الله احنا نروحوا في نيجيريا إن شاء الله باش نعودوا بنتيجة إيجابية بتسمح لنا إن شاء الله في مباراة العودة باش نحققوا التأهل. الحمد لله عندنا احنا ستاف تكنيك قاع حضر لهذه المواجهة. إن شاء الله دوك الإدارة على بالها واش يقوم، أما الطاقم لو مع الفريق على بالو واش يقوم. إن شاء الله احنا رانا واعيين بالمسؤولية اللي يتسنى فينا، وإن شاء الله نحقوا التأهل من نيجيريا. بون تخوف منافسة إفريقية راح تخوف من كل النواحي. إن شاء الله احنا اللي يهمنا هو المجموعة تاعنا، إذا كانت واجدة إن شاء الله ما حنتخوفوا من حتى حاجة.